فكرك بيكونوا بيت رشدان خطفوها للبنت؟ خلينا نستنى ونشوف. فاطمة؟ بعدولي صاير لشي؟ شبها؟ بعدولي شو صار؟ فاطمة بيت رشدان لقيتها؟ اسمعيني بدي احكي معك شي كتير ضروري. وين لقيتها يا لمعي؟ لازم احكيها. بعدو اتركوها على راحتها. تركني حاكيها. طبني اهدي. ليك نصرنا بالبيت. ليكي لا تخافي انا معك. افتحي الباب اخي لمعي. انا معك اختي لا تخافي ما رح يصيبك اي شي. شو بتكون منا؟ بترجاك تسمح لي احكي معها الموضوع كتير ضروري. اختي ما بدها تحكي مع اي حدا هلا. تركونا راحتنا يلا روحوا. بس نحن بدنا نساعدها ما رح نأذيها. لمعي خلينا نفوت. روحوا يا لمعي يلا يا روحوا. امي اسمعني شوي. انتوا ما بتفهموا. يلا روحوا. شو بدكم منا؟ تركونا بحالنا. انتوا شو بدكم منا؟ شو بدكم من فاطمة؟ تركوها ترتاح بقى. خلينا نروح. أهل كتير ضروري. شو هو الضروري؟ لا تخافي ما رح اسمح لحدا يقرب منك. ما بسمح لأي إنسان يأذيكي أبدا. فرجيني خليني طهر لك ياها. استني شوي. تعرف إنه مصطفى حرق البيت؟ فرجيني الحمد لله صغير الجرح مانو غميم. مصطفى حرق البيت تبعنا. فاطمة ليش عملتي هيك بحالك؟ هو مانو مصدقني او ما رضى يسمع مني. رح جيب معقم لطهر الجرح رح اطلك منه شوي. استني هلا رح جيبه. ما رح يوجعك كتير. عم توجع أبموت. رح أقم لك يا أختي. أنت ما شفت شلون تطلع فيني. حرق البيت وحرق لي قلبي معه. مصطفى ما بده يترك أي شي يذكره فيه ولا شي. ما عم بيصدقني. حرق كل البيت. لك حرق البيت اللي كان رح يجمعنا. أكيد نسينا مصطفى. رح جيب مضلة أربط الجرح. بدي أربط لك إياه. أنا كيف بدي أعيش من بعده؟ رح تنسي كل شي رح ينتهي ورح تتزوجي وما حدا رح يقدر يحكي عليك. مرحي ما بدي اتزوج هذاك الحقير. لازم تتزوج. انتي لازم تتزوج. اخي بترشاك تمنع على جوازي. انا لم يسأل انه انا ما بدي. موبايلي ميسر عم تتصل. اهلين ميسر. وينك انت لمعي؟ نحن هون بالبيت انا ومعي فاطمة. لقيتها لفاطمة. عم تحكي جد؟ لقيتها. ايه لقيتها لاختي. نحن هلا بالبيت. ايه طيب ماشي. البيت فاضي سيدي. صار له سنين فاضي. مستحيل كريم يجيبها لهون. هن بغير مكان اكيد. لمعي حكى معي هلا قال ما لقاها لاخته. كريم هو اللي خلاها تهرب. مصطفى إذا لقاهن أكيد بيقتلهم اثنيناتهم. يا رب تساعدنا يا رب.